السلام عليكم الاخوات، اليوم ان شاء الله عندنا فيديو جديد غنديروا فيه تلبيسه ديال الكيسان. كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه سهله باش نكملوا الطقم ديالنا اللي خدمناه في الفيديوهات اللي فاتوا. انا خدمت هاد التلبيسات، غادي ندير ثلاثه في الابيض وثلاثه في الاصفر، ودابا بقى لي واحد بالاصفر غادي نسجله معكم ان شاء الله. بسم الله، اول حاجه غادي نديرو هاد الدائره السحريه ديالنا. غادي نديرو ثلاثه ديال السلاسل عفوا، غادي نديرو ثلاثه السلاسل، من بعد غادي نشتغلو 12 عمود وسط الدائره السحريه. من بعد ما خدمت 12 عمود ديالي، جمعت الدائره السحريه ديالي سديتها، وغادي ندير منزلقه بهذه الطريقه. هذا الخيط غادي نديه معايا باش نخفيه. غادي نطلع بثلاثه ديال السلاسل، وفي كل عمود غادي ندير عمودين، في كل عمود عمودين حتى نساليه الدور كامل. عمودين كذلك في العمود الثاني عمودين، كذلك عمودين حتى نسالي الدور ديالي كامل. وانا غادا وكنخفي معايا هاد الخيط. في الاخير خاصنا نحصل على 24 عمود. من بعد ما ساليت الدور ديالي كامل بالتزايدات عمودين في نفس المكان، الدور الثاني غادي ندير منزلقه. طلع ثلاثة ديال السلاسل. من بعد غادي ندير عمود عمودين في نفس المكان، عمودين عمود فردي وعمودين في نفس المكان، عمود فردي وعمودين في نفس المكان. هاد الدور هذا كامل غيمشي بالتزايدات عمود عمودين عمود عمودين حتى نسالي السطر ديالي كامل. من بعد ما كملت السطر ديالي بعمود عمودين عمود عمودين، غادي نشد كذلك بورزة منزلقة، وغادي نطلع بثلاثة ديال السلاسل. من بعد غادي ندير في كل عمود عمود، فوق كل عمود غادي نشتغل عمود حتى نسالي الدور ديالي كامل. يعني هاد السطر هاد الدور هذا غادي يمشي كله باعمده فرديه بهذه الطريقه، فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود حتى نساليو الدور ديالنا كامل. من بعد ما ساليت الدور ديالي باعمده ثابته، كذلك غادي نشد منزلقه، وغادي نطلع ثلاثه ديال السلاسل كيف العاده. من بعد غادي نشتغل اربعه ديال الاعمده، هاد ثلاثه ديال السلاسل نعتبرهم عمود، عمود الرابع والعمود الخامس. نشتغلو خمسه ديال الاعمده ونديرو سلسله، نخليو عمود ونمشيو للعمود الاخر. كذلك نشتغل العمود الاول والعمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابع والعمود الخامس. كذلك ندير سلسله ونمشي نخلي عمود في الصف اللي قبل، ونمشي للعمود الاخر ونشتغل العمود الاول والثاني والثالث ورابع عمود وخامس عمود. غادي نمشي بنفس الطريقه، سلسله خمس اعمده، سلسله خمس اعمده حتى نسالي الدور ديالي كامل. هنا ملي كنديرو سلسله كنتركو واحد العمود هنا لتحت ما كنخدموش. غادي نكمل الدور ديالي كامل بنفس الطريقه. بعد ما وصلت النهايه ديال الدور غادي ندير سلسله، وغادي نخلي هاد العمود، وغادي نمشي نشد كذلك بمنزلقه
غادي نطلع بثلاثة السلاسل ونرجع نخدم فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود، رابع عمود وخامس عمود. غادي نشتغل سلسلة فوق سلسلة ونمشي نشتغل خمسة ديال الأعمدة بنفس الطريقة اللي خدمت الدور اللي قبل. عفوا، غادي نخدم خمسة ديال الأعمدة، العمود الثالث والعمود الرابع والعمود الخامس. من بعد غادي نشتغل سلسلة فوق سلسلة ونمشي نشتغل خمسة ديال الأعمدة. غادي نمشي بنفس الطريقة حتى نشتغل الأربع أسطر بنفس الطريقة، بحال هكا أربع أسطر فيهم خمس أعمدة سلسلة، خمس أعمدة سلسلة. من بعد ما خدمت أربع أسطر ديال خمس أعمدة سلسلة، خمس أعمدة سلسلة، غادي نطلع ثلاثة ديال السلاسل، غادي نشتغل عمود. من بعد غادي ندير سلسلة وغادي نخلي عمود في الصف اللي لتحت وغادي نشتغل عمودين بالطريقة. غادي ندير سلسلة فوق هاد السلسلة وغادي نمشي نشتغل عمودين. هذا آخر دور، وهذا غادي ندير سلسلة غادي نخلي عمود وغادي نمشي نشتغل عمودين. هاد الموديل أنا درته بدون درس من الفوق عادي، هاد المكان هذا اللي كنخلي ديال سلسلة سلسلة هو اللي غادي نخشي فيه هاد، غادي ندخل فيه هاد الشريط ديال السلاسل. من بعد ندير سلسلة عمودين، كذلك سلسلة عمودين، نخلي عمود لتحت، نكمل بنفس الطريقة صافي، ونخفي الخيط ديالي. من بعد ما كملت السطر ديالي ديال جوج أعمدة سلسلة، خدمت هاد الشريط ديال السلاسل بعدد السلاسل اللي بغيتو، مهم يكون يدور على الكأس ديالنا. وغادي ندخلو مثلا، غندخلو في هاد جوج السلاسل ونخرجو من جوج السلاسل الآخرين، يعني كيكونو جوج الأعمدة الفوق جوج الأعمدة لتحت بهاد الطريقة، متحتاجوش ليه لا إبرة لا والو، ندخلو بنفس الطريقة حتى نوصلو للبداية بهاد الطريقة. كيما كتشوفو معايا هكذا كيكونو سالينا تلبيسة ديال الكيسان ديالنا. شوفو معايا الطريقة هادي، وهاد هاد السلاسل هادو كيخليونا نتحكمو في التلبيسة على الكيسان، هاكا كيخليوهم مزيرين، وكذلك كيعطيو واحد التغيير واحد الجمالية للكيسان ديالنا. نتمنى ان شاء الله نكون توفقت في الشرح ديال هاد الموديل، صراحة راه سهل غير جربوه، وشكرا لكم المتابعة.